متخلف، ماذا تريد منا؟ هل تريد منا يعني ان نثور عليك؟ ان نخلعك؟ نحن اليوم نثور عليك ونريد ان نخلعك، لانك لا تمثلنا يا نصر الدين. هذه الرساله لسيد وزير العدل وحكومته من وراء، ومن وراء البرهان ونائب حميدتي وياسر العطا وهذا المدعو الكباشي وهؤلاء المدعو، هذا المدعو حمدوك، كلهم هذه مسؤوليتهم المباشره، انهم يستولون على صوت الشعب ويحكمون باسمه ولم يفوضهم احد. من فوضهم؟ ليلغوا الشريعة الإسلامية. هذه الشريعة مستمدة من الدستور ومستمدة من رغبة الشعب. أجازها النميري قبل 40 عاما. النميري كان إسلامي؟ ما كان شيء إسلامي ولا حاجة. جاء بعده الصادق المهدي. هل الصادق المهدي حركة إسلامية؟ الصادق المهدي يسكر أمة، الصادق المهدي أنصاري، لكن هذه الحكومة تجرأت على الشريعة الإسلامية. نحن لا نريد أحدا يتجرأ علينا، لا نرغب بذلك، نحن نريد شريعة تحكمنا، هذه هي رغبتنا. هذه إذا كنت تريد حرية وصوت الشعب الحقيقي والديمقراطية التي تحتني حكم الأغلبية، نحن الديمقراطية هذه لديها آليات اسمها الانتخابات. أجري انتخابات وأقول هذا الدستور علماني وهذا الدستور إسلامي، صوتوا على أي ما تريدون. بعد ذلك هذا هو ما نريده. أمريكا تحكم بما شاء شعبها، السودان يحكم بما شاء شعبه، هذه هي العزة والكرامة التي يريدها المسلم. السلام عليكم.